هكذا من على مدرجات ملعب المباراة، مناظر خلابة رائعة مميزة. الله، القوية الأهلاوية للشباك الريانية في اللقطة الماضية، التسديدة التي زارت الشباك وفي شباك محمود، راحت الكرة، راحت لمسة إلى اليسار، استلام وتمرير ومرة أخرى عرضية، إبعاد وتسديد إلى وبالتالي تعود لمصلحة فريق ريان إلى الرهيب، استلام داخل منطقة الخطر، سحب جول 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 جول، تبات ولمسته، تبات وتسديدته، كرة من الطرف الأيسر. هؤلاء اللاعبون نعم سيكون لهم كلام آخر في الشوط الثاني، كل هذا سنتعرف عليه بعد هذا. الله 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 الله، هي بالرأس مرعبة دائما يا سيبستيان، وبالرأس بالرأس بالرأس، هزت الشباك بالرأس سيبستيان براسه، وكرة إلى الشباك ذهبت، من خلالها لاحظنا بيرار يجلس، نعم وعاد ليجلس بعدما قضى الدقائق الماضية وهو يقف. الله على العرضية من اليمين والرصيد، ثلاثة نقاط هنا التقدم، خالد علي، خالد علي جول